لو فاكرين في الاستوديو التحليلي بتاع مباراه مصر وغينيا بيساو، قلنا احنا عملنا كل حاجه في الكوره في الشوط الاول الا ان احنا سجلنا ما سجلناش. النهارده عملنا كل حاجه في الكوره وسجلنا الحمد لله، صحيح من ضربه ثابته ومن ضربه ركنيه لكن سجلنا. اللي يحسب لينا ان احنا سجلنا، وكان عندنا اصرار ان احنا شوط زي ده ما ينفعش نطلع ما نكونش مسجلين جول. وفعلا محمد عبد المنعم اللي بيلعب جنب حجازي الحمد لله قدر ربنا يوفقه ويسجل هدف المباراه الوحيد من ضربه راس نتيجه كره عرضيه نموذجيه لعبد الله السعيد. هقف عندها، هو ضربه ركنيه نفذها عبد الله السعيد، هقف عندها علشان لما نيجي نراجع لازم نشتغل على الاخطاء بتاعتنا. طالما بقى الموضوع اتفتح على الضربات الثابته او الضربات الركنيه، لو رجعنا اتفرجنا على المباراه، اول منفذ النهارده في مباراه النهارده قدام السودان، اول منفذ للضربات الركنيه النهارده كان محمد صلاح. من وجهه نظري الشخصيه النهارده صلاح كان غير موفق نهائيا نهائيا، لا استلام ولا تسليم ولا تنفيذ ضربات ثابته. صحيح قوم المباراة وعمل كل حاجة في غينيا بيساو في مباراة غينيا بيساو، لكن النهاردة غير موفق نهائيا. ما بعرفش اجامل في الكورة ولا علشان بقى اطلع واعمل ابقى ترند ولا اخد بقى زي ما بنقول كده الصيت الاعلامي هطلع اطبل لصلاح، لا النهاردة صلاح غير موفق نهائيا، لا الشغل واحد على واحد ولا القرارات الشوط ولا الدريبل بالكورة ولا المهارات ولا الاستلام ولا التسليم ولا تنفيذ الضربات الثابتة. فاذا اول منفذ النهارده للضربات الركنيه كان محمد صلاح، ولا ضربه ركنيه اتنفذت النهارده صح. بعد كده بدلناه بعمر مرموش، نفذ واحده او اتنين ان لم تخني الذاكره ما تنفذتش صح. تعالوا بقى نبص للشوط الاول، عبد الله السعيد عمل اتنين. الاولانيه كانت من الرايه اللي على اليمين اللي هي قدام عمر كمال عبد الواحد، اتعملت على الايام البعيد، مصطفى محمد حطها، الجول كيبر طلعها شبه من على خط الجول.